ما يمكنش انك تبدا واحد البروجي وتقول من ديبار غادي نربح الفلوس، ولا من ديبار غنولي لاباس عليا، ولا من ديبار غنشري الفيلا، ولا غندير طوموبيل ساوية 50 مليون 60 مليون. الا كنتي عندك هاد البروتوتيب زعما بحال هكا، راه عمرك غدير شي حاجة في حياتك، عمرك غادي تنجح. حيتاش مع الدقة الأولى مع هاد البروجي غدوز 3 شهور يبان لك ما نجحش غتحبس. راه إنسان ملي كيدخل واحد البروجي راه كيدخل على اساس انه غادي يخسر في الاول، كيقول غادي يخسر من بعد غادي يربح، يعني كيقول ان الربح غيكون ا لونغ تيرم ماشي ا كور تيرم. ما كاينش شي حاجه ا كور تيرم، يعني خصك تربح المدى البعيد الطويل ويكون عندك النفس الطويل. هذا هو اهم حاجه، النفس الطويل والصبر. واش تبادي بروجي وباغي ينجح من الدقة الأولى، درت سناك. عرفتي علاش دويت في هذا الموضوع؟ كنت مع واحد السيد دابا يلا تلاقيت بيه خدام معاه، وبدا واحد البروجي بحال هكا وداوي أنا وياه، ويقول لي راه غنسد. السيد زعما يلا بدا كيحرك شوية وكذا، قلت له علاش تسد؟ قال لي يا خويا أنايا فهمتي ما هادشي ما مربحنيش، يلا كنربح فهمتي كندير الروسيطة ديال واحد المهم، عطاني واحد المبلغ زعما هو بخير. وقلت لي ود زعما قلت لي وتا شنو كنتي زعما معول على شنو؟ قال لي انا راك تعول على هادي، على واحد البينيفيس اللي خصو اصلا يخدم عليه شهور او سنوات، واحد العامين ولا ثلاث سنين ولا اربع سنين. راه كاع لي زون دافير اللي في العالم كيتفقوا على فكره واحده انه خصك ضروري تفشل باش تنجح. الفشل هو اللي كيخليك انك تنجح. راه هادي هي الهضره، هادي هي الحقيقه، هادي حقيقه. الا نسبه قليله ديال 0.01% الناس اللي عندهم الزهر، اللي ربي عطاهم الزهر، اللي كينجحوا من الدقه الاولى. هذوك ما كنهضرش عليهم. كاينين شي ناس الدقه الاولى كيبان لك تبارك الله اللهم بارك كيضرب كيشيفري. اما الناس الاخرين زعما اللي عادي، راه ضروري خاصك تدخل واحد المجال، وداك المجال انك تفشل فيه، هذاك المجال ملي غتفشل فيه غادي تتعلم دروس، وهذوك الدروس هما اللي غادي يخليوك انك تنجح من هنا لقدام. يعني الميساج اللي باغي نوصل من هاد الفيديو هو انك خاص يكون عندك الصبر، انك فاش تبدا واحد لو بروجي قول راه غادي نفشل، ولكن غادي نبقى هذيك لا بيرسيفيرونس، هذيك المثابره هي اللي عليها العمده. راه المثابره هي اللي عليها العمده الخوت، راه الا ما كايناش المثابره راه ما كاين والو. ماشي انا طايف حتى غادي ننجح، حتى غنجح البروجي ديالي ان شاء الله، وغادي نوصل داكشي اللي انا اللي باغي، ولكن خاصني الصبر. راه انا اللي كنهضر معاكم دابا كنت اكثر انسان اللي ما كيصبرش، اللي باغي كلشي ما غيكونش يكون واجد، ولكن تعلمت باللي حتى حاجه ما يمكن انك تلقاها واجده من الديبار. ضروري خصك تسوفري، ضروري ضروري ضروري. راه انا اول اكزومبل ديال الانسان ما كيصبرش، الانسان اللي كان باغي يلقى الربح من الديبار. حتى انا دخلت على دي بروجي وفشلت فيهم وحبست وندمت وكان خصني نكمل، ولكن مع الوقت تعلمت بديت بروجي هادي واخا فاشل نجحتو فهمتي بشويه بشويه. داكشي علاش انا كنهضر معاكم من تجربه، ومازال غنبارطاجي معاكم بزاف ديال الحوايج في هاد البلانيت هادو. فداكشي علاش الميساج اللي باغي نوصل هو خويا صبر 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 على خبزتك، كيف ما كيقولوا الناس الواله. راه الناس الواله كيقولوا شي هضره وحق الله يتوار. صبر على خبزتك حتى طيب، راه غادي تنجح غادي تنجح. غير هو زعما توكل على الله فهمتي، بزاف يعني بشويه بشويه.